طيب في السطر ده هنبدأ من فوق الغرزة رقم 7 من بعد آخر كلاستر. تمام، الغرزة رقم 7 هي الغرزة اللي فوق الكلاستر اللي باللون الأحمر. هعمل هنا غرزة حشو، هعمل غرزة حشو فوق الغرزة اللي بعدها كمان، يبقى أنا بدأت بيه غرزتين اتنين حشو. طيب هاجي فوق غرزة الفشار وهعمل بريدين اتنين بلفتين فوق غرزة الفشار، واحد اتنين. هتجاهل من ورا غرزتين، واحد اتنين، وهبدأ من فوق التالتة وهبدأ اعمل 5 حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هاجي فوق الأعمدة اللي باللون الأخضر وهعمل بريدين اتنين بلفتين، هعمل كلاستر بريد بلفة واحدة، كلاستر بريد بلفة واحدة مطول. تمام، فهاجي فوق أول عمود وهعمل عمود بلفة مطول، فوق التاني عمود بلفة مطول، وهاخد التلات خيوط مع بعض. هتجاهل غرزة من ورا، ومن فوق التانية هبدأ أعمل 4 حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة. مرة تانية هعمل كلاستر بريد بلفة مطول فوق الأعمدة اللي باللون الأخضر، واحد أول بريد وتاني بريد بلفة مطول. تمام، واخد الخيوط كلها مع بعض. هرجع لورا، هتجاهل الغرزة، الغرزة اللي بعديها هعمل فوقيها اول حشو من 4 حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة. فوق المجموعة التالتة هعمل برضو كلاستر من بريد بلفة مطول، وهتجاهل غرزة وهبدأ فوق الغرزة اللي بعديها اعمل مجموعة حشو من 5 حشو. تمام، من 5 حشو، اتنين تلاتة اربعة خمسة. المجموعة اللي بعدها هعمل كلاستر من بريدين اتنين بلفة مطولين، هفوت غرزة من ورا وهبدأ من اللي بعدها وعمل مجموعة حشو من 4 حشو، 4 حشو، اتنين تلاتة اربعة. المجموعة اللي بعدها كلاستر من بريد بلفة مطول، هفوت غرزة وابدأ من اللي بعدها واعمل 4 حشو، تلاتة اربعة. اخر مجموعة هعمل كلاستر من بريد بلفة مطول، واخد الخيوط كلها مع بعض، هفوت غرزة والغرزة اللي بعديها اعمل فيها حشو من 5 حشو، اتنين تلاتة أربعة. رقم 4 دي زي اللي احنا بدأنا بيها السطر. تمام، 5. يبقى أنا بعد أول كلاستر عملت 4 حشو، بعد تاني كلاستر عملت 4 حشو، بعد تالت كلاستر عملت 5 حشو، بعد الرابع 4، بعد الخامس 4، بعد السادس 5 حشو اللي هما هنا قبل غرزة الفشار. تمام، فوق غرزة الفشار بعمل بريدين اتنين بلفتين، بريدين اتنين بلفتين. وبفوت من ورا غرزتين اتنين، واحد اتنين، وابدأ من فوق التالت اعمل 5 حشو، اتنين تلاتة
اربعه خمسه. من النقطه دي ابدا اكرر الكلاسترات بتاعتي اللي هنا في المجموعه دي. تمام، ده بطلون السطر بتاعي، اكرره لنهايته ونرجع تاني.